اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم سمعتوا وشفتوا يعني كلام جمهور النادي الاهلي تفاؤل ان شاء الله باذن الله يكون في مكسب باذن الله في مباراه باتشوكا المكسيكي على كاس التحدي. الجماهير متفائله واحنا متفائلين والكل بيشتغل، لكن باذن الله ان شاء الله بكره التوفيق يكون موجود مع النادي الاهلي. كل اكيد بيشتغل وكل بيجتهد، لكن التوفيق عنصر مهم جدا. زي ما اقول بحضراتكم ان التغطيه الخاصه هنا من قلب العاصمه القطريه الدوحه تغطيه مختلفه واستثنائيه، معانا فقرات مختلفة، البداية باللجنة المنظمة المحلية، ثم رؤية فنية من محلل لبناني عن النادي الأهلي ومباراته أمام باتشوكا المكسيكي. ولكن الفقرة الحوارية دلوقتي الثالثة في هذه التغطية الخاصة هتكون من قلب الثالثة شمال. إزاي؟ محتاجين نعرف إزاي رابطة مشجعي الأهلي في الدوحة بتحضر لهذا اللقاء؟ إزاي جماهير النادي الأهلي هتصنع الحدث بكرة على ملعب 974؟ جماهير الأهلي بتعمل مسيرات النهاردة في كل شوارع الدوحة تحضيرا لمباراة بكرة. الدخلات، التيفو، التذاكر، كل ده بالتأكيد هنسمعه النهارده في هذا اللقاء الخاص والحصري مع المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي الأهلي في الدوحة، واللي بالتأكيد عاملين مجهود جبار في التواصل مع الفيفا واللجنة المنظمة، وأيضا شغل متميز جدا حتى مع إدارة النادي الأهلي. معالي المستشار، أنا سعيد بوجودك معانا النهارده، نورت الدنيا، وأكيد عايزين نسمع منك بقى كل الجديد والتحضيرات بكرة، وتطمني على العنصر رقم واحد ورد بكره جمهور الاهلي. طبعا اهلا بيك. يا اهلا وسهلا بيك محمد، واهلا بقناه بيتنا الكبير، واهلا بالنادي الاهلي في الدوحه. طبعا احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي هو موجود في الدوحه، ده عيد بالنسبه لكل الاهلاويه وكل المصريين في قطر. اكيد احتفالاتنا او مش احتفالاتنا، استعداداتنا بدات من بعد مباراه العين مباشره. المسيرات والتجهيزات والتحضيرات بدات من بدري قوي لرغبتنا وشغفنا بوجود النادي الاهلي، لانه بغض النظر عن جمهور الاهلي اللاعب رقم واحد عندنا احنا، اللجنه المنظمه والفيفا وكل الجهات المنظمه لاي فعاليه كبيره بيراهنوا على وجود النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي في نجاح البطوله، فده بيدينا حماس كبير جدا ان احنا نكون على قدر المسؤوليه. وكمان عايز اقول انه النادي الاهلي وش الدوحه عليه حلو، لانه الدوحه كانت متسببه لنا او كانت السبب في حصولنا على انجازات كبيره جدا، منها بروزونيه كاس العالم واثنين سوبر افريقيا، فعندنا تفاول كبير جدا. بضم صوتي لصوتك، عندنا حاله تفاول، ولكن تفاول حذر، لانه فريق باتشوكا مش فريق سهل. مش فريق سهل؟ لا طبعا، طبعا مش فريق سهل. طيب